السلام عليكم أحبتي، اليوم موضوعنا مهم، اليوم عن القربة. إن شاء الله راح نرسم الخطوات شلون نسوي القربة. نبدأ بسم الله، نعمل أول شكل نفس المستطيل، خفيف ما يحتاج مسطرة باليد. نجي إلى ذا الطرف، نترك شوي مسافة، نعمل خط هالشكل. زين، بعدين ننزله بهذه الطريقة. هنا أيضا بعدين نتخلص من هذا المستطيل، ما نحتاجه. هذا شوي الخط نزيده، نعمل لها سنين. واحد ثاني هنا خط على أساس يكون بعدين السير اللي يمسك القربة. نخلوها هنا يكون السير. نحتاج شوي نسوي أكبر سير.
الآن إن شاء الله نلونها، تحتاج إلى اللون البني في البداية. نضيف عليه لون ثاني شوي. عندنا السير نعطيه لون شوي أغمق. عندنا السير هنا كم مرة. هذه القربة خلصناها، وهذا أتمنى أن استمتعتون به إن شاء الله هذا الدرس، وتطبقونه إن شاء الله في بيتك. أشوفكم على خير، مع السلامة.